خلاص راح عصر كتاب الطبخ هتبقي خطيرة، تعملي أكلات وتكوني في فنون الطبخ خبيرة. ما خلاص راح عصر كتاب الطبخ هتبقي خطيرة، تعملي أكلات وتكوني في فنون الطبخ خبيرة. من رز ومحشي وطاجن لحمة وخضار، أكلات شرقية وغربية ليها أسرار. الأكل عندنا أحلى، الطبخ ده فن وخبرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ اهلا وسهلا بيكم في مطبخ فرسان. يا هلال يا منور نورنا، رمضان اهو نور لينا دارنا. يا هلال يا منور نورنا، رمضان اهو نور لينا دارنا. نستنى للسنة وبنستنى واهو هل علينا واهو جل. الكاب الحلة عبارة عن لحمة وبصل وطماطم وبهارات، وطبعا حبهان وورق لورو. طبعا بقطع اللحمة شرايح، بجيب معلقة سمنة واحطها في الحلة، وطبعا احطها على النار، استنى لحد ما السمنة تسخن معايا، تسخن على النار، ابتدي احط اللحمة. بعد ما بحط اللحمة احط بصلتين اقطعهم ترانشات واحطهم، واجيب طماطماية واقطعها مكعبات واحطها، لو عندي حبهان بحط فصين اتنين حبهان وفلفل اسود، ولو عندي بهارات اللي هي بهارات اللحمة اللي انا قلت عليها في تعصيقة البشاميل دي، لو انا عندي ممكن برضو احطها، ولو عندي ورق لورو برضو ممكن احطه. ده كله طبعا على بعضه، واسيبهم بقى لحد ايه ما اللحمة تستوي. شهر مبارك، شهر الخير، هلت انوارك، والله بعودة والله زمان، ما احلى رجوعك يا رمضان. طبعا يعني لحد ما اللحمة تستوي والبصل والحاجات اللي فيها بشكل عام يستوي، فطبعا قرب ما اللحمة تيجي تستوي تبتدي بقى تحط الملح اللي انت برضو عايزاه، يعني قرب ما تستوي ما تحطيش الملح مع الحاجات اللي انت اللي انا قلت عليها وانت بتعمليها، لا الملح بتحطيه قرب ما تيجي تستوي كده، تبتدي تحطي الملح. طبعا لما تحطي الملح برضو بتبقى قرب ما تستوي، تحطي الملح واللي انت برضو عايزاه، تبتدي بقى تطفي عليها. وبالهنا والشفاء، اتمنى تكونوا استفدتوا. لعبنا صعب وسهل، عايزين ناخد كلنا صورة مع كل الفرسان.